السريرية فعندها ضوابط، من الضوابط أنها تدوز واحد اللجنة ديال الأخلاقيات، الكوميتي ديتيك، وكذلك أنهم الناس تيكونوا موافقين باش يديروا هاد التجارب. فالحمد لله كما قلت التجارب دازت من أعمار مختلفة، التجارب دازت عطات الحمد لله النتائج اللي مزيانه، اللي هما مع قلت لك 10 ديال الدول اللي تبنى عليهم باش قلنا بانه هذا اللقاح راه فعال وراه ما فيهش انعكاسات وما فيهش ديزيفي سكوندير اللي هما خطيرين. حيت دائما بالنسبه لاي دواء تديرها شنو هما لي زافونتاج وشنو هما لي زانكونفينيون، خص دايما يكونوا لي زافونتاج. وحتى الا كان شي حاجه بحنا تنعرفوا حنا الواحد الا دار اللقاح اما تحمر ليه البلاصه، اما تنفخ، اما يحس شويه بالعياء، اما طلع شويه ديال السخانه. اذا ما خصهاش تكون شي حاجه اللي واعره، ونعرفوا انه كاين واحد التتبع، وعندنا المديريه ديال التسمم المتابعة ديال هاد لي زيفي سكوندار، انها كان تتبع ورصدات الناس، اما التتبع الطبيب هو اللي تيقول هل اللي وقع، ولا المريض هو اللي تيعيط وتيتصل ولا تيصيفط. اذا وكانت منصات رقمية، وكذلك اللي استفدنا من هاد الكوفيد اننا سرعنا الرقمنة في كل شيء، سرعنا الرقمنة لا في بالنسبه للخدمه الناس اللي كانوا تيخدموا عن بعد، سرعنا الرقمنه انه كان هذا الشيء مثلا فين ما كان شي مشكل انه تيدوز عن طريق الرقمنه، وسرعنا الرقمنه باسكو حنا. وهنا لازم نشكروا صاحب الجلاله نصره الله وإيده على التتبع الشخصي ديالو، وشتو انه الناس جينا وقلنا لهم ما غاديش يخدموا، غادي يكون الحجر. اذا كيفاش يمكن وكل وليداته، كيفاش يمكن؟ اذا كانت واحد الاعانه، ودابا الحمد لله راه كاين السجل الموحد اللي غتمشي لهذيك الاعانه الناس اللي تستحقوها، ولكن وجدنا كيفاش ندوزوا الاعانه للناس عبر ذاك الحساب ديالهم ولا عبر ضمانكم باش توصلوا بهذوك الاعانات. اذا هذا الكوفيد واخا انه خلق لينا بزاف ديال المتاعب، ولكني بعض الخطرات من المتاعب تنستافدوا باش نخرجوا شي حاجات ايجابيه.